معظم الأطباء بينصحوا بالستريبسيلز لأني أسرع دواء بإزالة احتقان الفم والحنجرة، وبيحتوي على مضادين للبكتيريا، مناسب لاستخدام مرضى السكر، وبنفس الوقت غير مؤثر على الأسنان. أقراص الستريبسيلز عادة مطهرة للحلق، وهي بتتكون من خليط بين العسل والليمون، بتقوم بتطهير الحلق من البكتيريا المسببة للاحتقان، وبتعمل على تهدئة الحلق لمدة ساعات كاملة. لذلك بنقدر منقول إنها مطهرة للحلق ومهدئة للاحتقان. تناول أقراص الستريبسيلز دائما بيكون عبر الامتصاص وليس البلع، وبنفس الوقت هي بتخفف الألم وبتطهر الاحتقان. أقراص الستريبسيلز عادة مطهرة للحلق، وهي بتتكون من خليط بين العسل والليمون، بيقوم على تطهير الحلق وبتطهر الجراثيم والبكتيريا الموجودة بالفم.